الملحنين يعني دائما آلة العود الحانهم تنصنع على آلة العود، ما بيستعينوا بآلة تانية، لأنه العود بتعزف عليه أكثر من 200 مقام، إنه مثل الجيتار مثلا بيعطيك العلامة ونص العلامة وربع العلامة ونص ربع العلامة، وعكس الجيتار آلة الجيتار بتاخذ الصوت ونص الصوت. هذا الصوت بيطلع من هون فخلال ارتداد الوتر، فالتقعيرة تبع العود هي مهمة جدا، زائد انه الوش تبع العود لازم يكون من خشب صحيح وناشف لحتى يعطي صدى اكثر وتطلع العلامة نقية. احنا معتمدين على السوق الداخلي اللي احنا موجودين فيه، قوة شرائية اكيد كثير ضعيفة، ما عم تكون متناسبة مع الاسعار. يعني عمليا العود اللي كان ينباع من زمان برقم حقه اليوم ضرب 10 او ضرب 20 من سعره، هذا بيرجع كله للمواد الاولية اللي عم نشتغل فيها، يعني فعلا صارت غير موجودة، فعلا صارت كثير غالية. يعني ظهرت الفكرة أنه نحن ليش ما بيكون في ترشيح لملف صناعة العواد الموسيقية والعزف عليها على قوائم التراث الإنساني باليونسكو. فعليا بدأ العمل ب 2018 على هذا المشروع وتقدم الملف لليونسكو، وخلال أدرج بنهاية عام 2022. ان شاء الله السنه بتنطلق خطه الصمر، من هون لست سنوات اكيد رح يكون في مشاريع اكبر، رح يكون في مشاريع بمجال التسويق، الترويج، النشر، رح يكون في محاوله لقد ما بنقدر نساعد العازفين والحرفيين حتى يكون يتجاوزوا العقبات، يتجاوزوا المشاكل اللي عم تعاني منها العنصر بشكل عام. انا طبيب، انا هوايه.